زين، والان يعني هاي الصكوك اللي سووها شنو، وين الخلل بيها؟ ليش ما تروحون، مو عندكم صكوك؟ احنا الصك واحد هو موجود عندنا، بس لحد الان انه وعدونا انه قالوا لنا نصرف الصك نعطيكم مبالغكم، ولحد الان ما انطونا. نتصل على الاداره، نتصل على ما يجاوبونا وما يقولونا. زين، رحتوا للاتحاد اشتكيتوا عباس؟ لا ما اشتكينا، لان هم وعدونا قالوا احنا نصرف لكم الصك. شو وقت وعدوكم؟ وعدونا قبل لا يخلص الدوري، اخر لعبه بالمباراه كانت اخر لعبه بالدوري. زين، والقادم يعني زين، انتوا اليوم ليش هسه يلا طالبتوا بحقوقكم؟ ليش مو من انتهى الدوري يا عباس؟ احنا استاذ احنا المشكله انه احنا اللاعبين قلوبتنا طيبه، هم وعدونا واحنا بقينا على الموعد وياهم. يعني احنا تحملنا من الجمهور ضغوطات، تحملنا كل شيء، تحملنا البرد والحاده والنتائج السلبيه وهذا، وبقينا النادي بالدوري. وهذا وهاي تاليته انه تاليته هذا يجازون اللاعب يجي مجازات. زين، منو المدى يرد عليكم؟ الاداره الاداره استاذ حسين رئيس النادي، اي والمشرف مشرف الفريق نعيم. نعم اي يعني نتصل عليهم ماكو، ما يجاوبونا وماكو حل، تمام. وقالوا لنا والله اي ياخذون المبالغ من، ولحد الان الصك هذا موجود عندنا احنا، انه مطينهم صكهم للنادي، صارفتهم المحافظ صارف لهم صك. زين، بصراحة أسألك سؤال جاوبني عليه، ما رحتوا للقاسم، ما رحتوا لإدارتكم وحكيتوا ياهم وقلتوا لهم يابا ترى هذا حقنا، هاي أمواننا، هاي فلوسنا، ما اخطيتوا هاي الخطوة؟ اليوم البعض يسأل. استاذ استاذ احنا نتصل عليهم ما يجاوبون، يعني حتى لو روحوا نروح لهم، هناك ما حد يستقبلنا. انا اقول لك ما حد يستقبلنا، لان احنا اتصال جاي نتصل عليهم ما حد يجاوبنا. زين، وش راح تسوون؟